اليوم استذكارا للشهداء الذين قتلوا في أيادي القناص يوم 4/10/2019. اليوم يوم 4/10/2020 نستذكر شهدائنا الأبرار، وسوف تنطلق مسيرة من مول النخيل باتجاه ساحة التحرير. الرحمة والمغفرة إلى شهدائنا. وبالمناسبة اليوم استذكرت أخوي وصديقي الشهيد لطيف الذي قتل على أيدي الغادر الناس الحقاد، كان بيده يرفع علما لا شيء ويطالب وطنا، لماذا قتلتموه أخي؟ وكان عنصرا مثقفا وكان طبيبا، لماذا؟ هل كان لأنه يحمل علما أم كان لماذا؟ ونقول الرحمة والخلود بشهدائنا الأبرار، ويا ربي إن شاء الله ناخذ حقهم، مو اليوم باكر ومو عقبه، لازم ناخذ حق اخواننا. نبيك يا شهيد صلاح بالدم، 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 نبيك يا شهيد صلاح بالدم. اليوم 4/10 صادف في هذا اليوم حدث كبير، حدث تخضب بالدماء، حدث قامت به عصابات مسلحة ضمن الدولة وضمن القانون. الدليل أن وزارة الداخلية بعد أمتار، المؤسسات الأمنية بعد أمتار عن الحادثة. استمر هذا القمع أيام، سقط به أكثر من 30 شهيد. نوثق أولا جريمة إرهابية، لأن القنص جرائم إرهابية وانقلاب على الشرعية وعلى الدستور. المتظاهرين خرجوا وفق المادة 38 دستوريا، أما اللي قتلهم هو انشق عن الدستور وقتلهم. كانت حكومة عبد المهدي حكومة غادرة، وللآن القتل مستمر. اثنين، خرجنا لتوثيق هذه الجرائم لدى الأمم المتحدة للعالم، واستذكار شهدائنا ومعادتهم على المسير على نهجهم، ولآخر لحظة في حياتنا يكونون قادتنا. الأمر الأخير ناشد به رئيس الوزراء، للأسف الشديد تماهل وتأخر كثيرا عن حقوق الشهداء، حقوقهم لحد الآن مسلوبة. مؤسسة الشهداء مؤسسة غائبة، ميزت بين الشهداء السابقين واللاحقين، وهذا خلل. هيئة التقاعد الوطنية المفروض يتم هذا الملف بأسرع وقت حفاظا على ما تبقى من ما وجه الدولة. اتذكر عبرت، صار ضرب منا، فعبرت منا على ذاك التيل، وصلت يمه طلقتين جن، وحده من فوق والثانيه من ذان، فاتت الحمد لله، كتب لنا عمر جديد وان شاء الله حرار. عبر الله اخوي، عبر الله اخوي، نقذه وقعوه فوق
فوق هذه اذا شوفوها جينا نركض مثل شوفوا هذا العام مثل هذا اليوم مستطرقين وجينا نركض حتى احنا ما والرصاص جوانا حتى اللي فايت والمستطرق والهذي يضربوه بس انا كل ثقه وعلى ثقه القناص مو عراقي القناصين احزاب مندسين واعداء للعراقيين عليكم. طبعا اليوم 14 هي اللي ذكرى اللي 35 شخص اللي وقعوا هنا شهداء من قناص المغبور عليها عادل عبد المهدي. طبعا احنا اول ما طلعنا كنا طالعين مطالب بس يعني احنا صار لنا سنه انتهت يعني مطالبنا يعني ما حققوا اي شيء من عندها فهسه احنا مطالب مالتنا اولا محاسبه قتله المتظاهرين اثنين حصر السلاح بيد الدوله ثلاثه انحلال البرلمان ومعاقبة المفوضية اللي سابقاً اللي باقوا يعني انتخابات العالم اللي أخذوا أصواتهم بدون حضورهم فإحنا هذا الشيء اللي نريده إحنا رجعنا نريد وطن لحد الآن صامدون نريد وطن إحنا اليوم المطلب الأساسي نطالب به هو محاسبة قتلة المتظاهرين وإعلانهم في ساحة التحرير كل الأحزاب كل الأحزاب إنه الحجر في مثل هذا اليوم قبل عام 4 أكتوبر كان الجو جميل وأذكر يوم 2 أكتوبر مطرت الدنيا في يوم 2 أكتوبر في ساحة التحرير فجئنا من هذا المكان وكانت الطيور تسير إلى طريق الحرية والأمل والمستقبل فذبحونا فقطعوا رؤوسنا فجروا جماجمنا فصدفة رأيت طير متعب طير أبيض في هذه اللحظة يمسك بطير صغير
كان الطير أبيض جميل لم يتجاوز 15 من عمره، وفجأة وبدون أي صوت ولا بسهم مخفي يقطع وريده فيقتله في قلبه. فجأت فرأيت هذا والد هذا الطير يئن ويصرخ، انطفأ نور قلبي، قتلوا حلم ابني. الحوادث اللي شاهدتها يعني ما موجودة بالأفلام، وأنا أسير على هالطريق في جانبي وخلفي وأمامي كانت الناس تسير، وما هي إلا اللحظات إلا فجروا الجماجم، اختلطت الأدمغة المخ والرأس والدماء على العشب، انتثرت على الأرض فذبحوا الحلم. هنا حدثت الفاجعة، يوم الدامي، يوم غناصم الإرهابي كان فيها مثل هذا اليوم على هذا الطريق ذبحونا. احنا الجبهة السلمية، شارك يا للعشبية، احنا الجبهة السلمية، شارك يا للعشبية، احنا الجبهة السلمية، شارك يا للعشبية، طب واحد للموت، 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 شباب شباب
شهداء بالقناص هنا بهذا المكان بالذات اللي هو يوم مول النخيل. استشهدوا العديد من شبابنا بلا ذم، سواء انه هم طالبوا بوطن حر. فاحنا نستذكر هذا اليوم يوم 14 مثل ما استذكرنا يوم 11 وباقي الايام الى يوم 25، احنا ان شاء الله نرجع الثوره مالتنا. هذا اليوم اكيد هو سقطوا به هواية شهداء، طبعا حاله حال كل ايام الثوره اللي احنا استشهدنا تقريبا اكثر من 800 شهيد بالاضافه الى اكثر من 25 الف جريح سلمي هم استشهدوا. فاكيد هذا يعني لنا شيء كلش كبير، بس بالذات احنا اليوم بدنا نستذكر هذا المكان اللي هو قريب قرب مول النخيل اللي ضربهم القناص. يعني كان اكو قناص وشهود الكل واقفين وضربوهم من بعيد. انا دكتوره بالتحرير، فاكيد شفنا كوما حالات من الرصاص الحي من الدخانيات اللي كانت بالراس. بالنسبه لنا المفرزتنا هوايه شهداء سقطوا بيها، فاكيد شفنا هوايه حالات. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي الوقفة اللي هي استذكار الشهداء 20، بداية عملية الاحتجاج من 11 إلى عملية القنص اللي صارت بصورة بشعة 14، استذكار لهم ووفاء لهم وتخليدا لدمائهم وتجديد العهد والشهداء اللي سقطوا 14. نقول لهم احنا باقين على مسيركم، باقين لكشف قتلتكم، باقين حتى نكمل المسيرة اللي ابتدينا بها. شو هذا؟
اليوم هو 4/10/2020، هذا اليوم يصادف مرور سنة على ذكرى استشهاد شهداء القناص، ضحايا القناص. لأول مرة تاريخ البشرية أجمع يتم قمع متظاهرين عزل، شباب عزل أرادوا حقوقهم المشروعة، حقوقهم البسيطة اللي كل دول العالم لازم تتوفر حقوقهم المسلوبة طالبوا بها، فتم قمعهم بالقناص بسلاح لأول مرة بتاريخ البشرية. هذا اليوم هو كان يوم عار، بصمة عار في تاريخ حكومة المجرم عادل عبد المهدي، ولا زال لحد الآن بعد مرور سنة التسويف مستمر والمماطلة مستمرة. لحد البارحة في لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظم يذكر أنه الآن ستبدأ التحقيقات بخصوص قتلة المتظاهرين بعد مرور سنة من التسويف، والثورة مستمرة. تشرين تعود، يوم 14 رجعت زيارة كربلاء، راح نوضح ونوصل رسالة للعالم أجمع أنه زيارة الإمام الحسين هي الصرخ الصراخ هيهات من الذلة أمام الأحزاب الباطلة، ويوم 25/10 راجع والثورة مستمرة إن شاء الله. اليوم هو ذكرى جرائم ضد الإنسانية قامت بها حكومة القناصين. القناصين غير متمثلين بالذين ضغطوا الزناد، القناصين هم من أعطوا الأوامر بقتل المتظاهرين. المسؤولين والقيادات العليا في القوات الأمنية هم القناصين الحقيقيين الذين قاموا بقتل المتظاهرين، هم الذين أعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين ومنع وصولهم إلى ساحة التحرير. رغم سلميتهم ورغم تجمعهم بصورة سلمية للوصول إلى ساحة التحرير، تم منعهم عن طريق القناصين وما إلى ذلك من قوات قمعية هي أمنية وغير أمنية، ميليشياوية وأيضا مؤسسات أمنية تنتمي للدولة. مثل هذا اليوم انقتل مجموعة من الشباب على أيدي ميليشيات السلطة وميليشيات أحزاب متنفذة، قتل 35 شخص بين جريح وبين قتيل، المستشفيات غصت بهم. كل هاي كانوا لأجل أن يحلمون بوطن. مع الأسف اليوم يعني ذكرى أليمة، إن شاء الله ننتظر إن شاء الله تحقيق النصر إن شاء الله والقضاء على جميع أحزاب السلطة الفاسدة.